النهارده الفنان الشاب رامز امير فاجئ جمهوره واتجوز بشكل مفاجئ، ونشر صوره في اول يوم وهو لابس روب العريس الاسود وكتب الحمد لله. وبعد كام ساعه نشر رامز على حسابه صوره ليه من الفرح مع عروسته وهي واقفه بظهرها، وفي ايده التانيه كان ماسك النسر بتاعه اللي مربيه ومهتم بيه جدا. وكمان نشر رامز صوره في الستوري وهو ببدله الفرح وشايل النسر بتاعه وكتب عليه الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ونشر الفنان احمد حاتم ستوري من كام ساعه من مكان فرح صاحبه رامز وظهر مع النسر برضه وقال له ما تخافش مفيش حاجه، ده رامز بس هيتجوز.